عاش. يلا حميد. عاش. حميد. ايه. نويف يا. دوري يا نويف. اكيد راح يطوق يعني. ايه حميد. ايه. ولد. عدل. والله دياية قلت لك عنه دياية. والله رفعت راسي يا حميد كيفه والله. عدل 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 حميد والله رفعت راسي كفو عليك والله والله انك هذا الريال متكر على هذا هذا الريال هذا الريال والله انك سبع صورتك عدل وينه وينه يبوا لي وهذا الغسلان مينون فيديو كليب اي معتمد وهذا غسلان الخسران الثاني هذا كله من تصويري ترى هلا بالسبع هلا 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 تعال تعال يا بعد عمري ليش سويت كذي؟ قعدت احط مصارفه فوق مخي ترى مناقصه كانت يا جماعه ترى بعدنا وايد الريال ما قاعد اشوف له اثر سجنك مو ريال متعود تطعن بالظهر انت هذه سوالفك لا تعطيني ظهرك بعد راح اطعنك ايش تبي؟ وانت يا ناخذه تمشي ورا هذا ها؟ تمو توك تقول عنه يا ريور مكسر روسنا وهو اقوى واحد بالسباحه خلينا نشوف يا ريور شلون بيصمد ريور يلا خلي يلحقنا ناطرينه لا تطول هذا بس هذه مو سوالف ريال ترى بعدين انت بتماشي ورا هذا ترى بيودينا بدايه خلص وقف قتيبه وتيبة صدق وقفت ترى هذه مو غشمرة يا جماعة ترى ما قمت اشوف الاثر كلش خلاص خلاص لا تحن وقفته ها خلاص وقفته يلا خليه خلصني Come on!
جماعه هذا وقت الشمال الحين الدنيا برد موت هادين الريال بالبحر ماشيين عنا يعني دقات يعني حمد شيك صارخ انت شنو صارخ الدنيا برد يقولك الريال مو مبين كل يا اخي اهدى اهدى ترى شوي تلاقي صاعد طراز ايش فيك انت عزيز تكبرون الموضوع شي ترى كلها غشمره امسك هاك هاك لا تقطع لنا شي امسك اشرب استانس يلا امسك حمد الحركة اللي سويتها هذه مو مقصود فيها حمد وانت بعد الحركة اللي سويتها مو مقصود من السباق حمد 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 تبي تسكت ولا اطقك بالقلاص على راسك اذيتنا ترى شنو تطقني بالقلاص على راسي الرياض ضايع بالبحر بهالبرد تقول تطقني بالقلاص على راسي يا اخي اصبر الحين بي وين بيروح يعني بيموت بي يا جماعة قوموا قوموا شاري يبا قوم حمد للحين ما يا قوم ها حمد للحين ما يا قوم 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 صح قوم يلا يلا قوم وتيبة يلا قوم نواف قوموا يا جماعة حمد للحين ما بين شلون ادور جاي حالتي شو اسوي لك الفيشنا مو هني قوم يا مرحبا امه قوم سوي اي شيء قوم زين قوم يوم ابن الحلال زين شوفوا هنا قتيبة خاف ما يقدر يسبح ولا تعب ولا ترى يا جماعة هذه مو غشمرة مسخت هذه وايد مسخت حمد صبحك الله بالخير عمي. لا اله الا الله محمد. صبحك الله بالخير والكرامة. هلا يبا. طالع عمي. بصلي الصلاة على النبي. عليه الصلاة والسلام. خير ان شاء الله. تقبل الله مقدما. الله يتقبل منه ومني صالح الاعمال ان شاء الله. امين يا رب. عمي طلبتك لا تنسى تدعي حق حمد. ما يحتاج توصيني وانا ابوك. بكل صلاة ادعي لكم كلكم وادعي لكل عبد مسلم. الحمد لله يا رب. الحمد لله رب العالمين. بس شو السالفة يبا ليش؟ لا عمي ما كل العافية بس أنا كذي من حمد يروح الشاليه قاعدة حاتي. خرعتيني وأنا أبوش عبالي عندي السالفة أبا عليش بس حمد ما ينخاف عليه من البحر حمد يريور طول عمره راعي بحر. أدري عمي المشكلة إني أدري بس ما أدري قلبي كذي قلبي ينغزدي ما أقدر. أشور عليه شور وأنا أبوش تيددي. وصلي صلاة على النبي وحطي راسك ونامي والله بيعينك إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. يلا تبي شيء وقبل أمشي؟ عمي أنا بس كنت بقول لك أنا آسفة على اللي صار بالسكة بيني وبين هبة ترى والله أنا يعني ما يحتاج تحلفي وأنا أبوك أدري بكل شيء أفو عليك بس أشور عليك شور وأنا أبوك. لا تخلينها تستفزك. لا تخلينها توصل للي هي تبي. صيري أذكى منها وأنا أبوك. عفو عليك بس ان شاء الله عمي قوة ان شاء الله يلا مع السلامة حفظك الله اصبحنا واصبح الملك لله يا الله فتاح يا علي يا رزاق يا كريم
تشوفون شيء يا شباب؟ وقلت لكم انا مو مبين معي ولا شيء، ومن عبالكم قاعد اغشمر معاكم انا. انسبح بجهه ثانيه مني ولا مني؟ وين انسبح الجهه الثانيه؟ يعني هو عمي ما راح يشوف ليتات اليخت، ايش دعوه؟ عادي يمكن يرد لنا الدقه، شو المشكله يعني؟ انت عمي شال غباء بعد؟ انت قاعد تسب انا ماني اصغر عيالك، تكلم عدل. انت والله وقتك الحين يبغى خذ القر عيال الاول، ايش فيك انت وياه يا اخي؟ يا هال انت وشنو؟ يبغى تيبه يرحم امك، افتر بهالمنطقه هذه كلها يمكن ما يسحبته هني ولا هني، خلينا ندور كل مكان. زين زين. اي والله هم قبل شوي كان في هواء، كان في هواء. حمد! حمد! أنا بروح فوق يمكن ألقاه، يمكن أقدر أشوف أحسن. ريم ريم قمي طفي التليفون، سجلتني المسجات. شنو ايش فيك؟ من قاعد اطرش مسجات الحزة؟ مو ضروري اعرف، ابي انام الحين. زين اعطيني الباسورد. انت من صدقك ايش تبي فيه؟ وبعدين انت شكو ما اخذت تليفوني؟ ها انا عمري خذيت تليفونك وتشيكت عليه؟ الحين ايش فيك اخترعتي؟ ايش قايل انا؟ لا والله لا تطلع لي سوالف تالي الليل، وبعدين هذا وي وحده مخترعه، انا منبطه كمدي لانك ماخذ تليفوني. حد ما ادري عنك مسجات هالحزه. اوكي اوكي. كا مسجين من داليا، واحد اذا قاعده دقي علي والثاني دقي علي. ها شوف داليا و وخر. زين وين رايحك؟ على كلمه انا. اه الو هاي ريم، انا اسفه اني قعدتك هالحصه. ريموم مو قادره انام، بموت من التفكير، راسي بينبض. تكفين قومي اعزمك على الريوق، نسوي اي شيء. اي اوكي ليش لا؟ اصلا ايش فيك؟ انا اذا قعدت بالبيت اكثر من كذي بتهاوش مع طلال. بعدين اقول لك السالفه. خلاص حلو خلاص ابدل وانطرج. ثانك يو. اوكي باي. اوكي حبيبتي باي.
صباح الخير بنيتي. صباح النور. قاعده مبكر اليوم. حماد! حماد! ها لقيتوه؟ بين شيء؟ ما بين شيء. وين اختفى هذا؟ حماد! حماد! يا جماعة شكلنا ضيعنا، لازم نبلغ خبر السواحل. أثول أنت، أثول غبي، شنو نبلغ خبر السواحل؟ شنو نقول لهم واحنا بهالحالة؟ أي حالة أنت؟ أقول لك صاحبنا ضايع بالبحر، أنت تقول لي بهالحالة؟ أجيك ما راح نمشي من هنا لما نلقاه. كل ما ضاع الوقت كل ما ضاع حمد أكثر، هذا بحر يا جماعة بحر. كلام فواز صح يا شباب. احنا لازم نقول حق خبر السواحل. ايه، نقول حق خبر السواحل، شو تقول لهم؟ تدق عليهم تقول لهم احنا سكرنا وخلينا صاحبنا وقطيناه ومشينا. لا لا لا، انت اللي قطيته، مو احنا. لا حبيبي مو انا قاطه، كلنا قاعدين كلنا شاربين مع بعض، اشوف يوم طاح كان قطيت نفسك ورا نقذته. يا المنقذ. الحين كل واحد فيكم قاعد يفكر بنفسه. كل واحد قاعد يفكر بنفسه، صاحبنا ضايع بالبحر. انا ما قلت كذي، انا اقول ان احنا ما نقدر ندق على خبر السواحل واحنا مو عارفين شو خربوا. حماد! 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 ايش قاعد تسوين؟ يعني ايش قاعد اسوي؟ اطبخ مثلا؟ لا ادري، قاعد اشوف بس قصدي ليش؟ بطلع. وين؟ بروح ويا داليا نتريق. هالحزه ليش وايد مبكر؟ كانت قلتها وايد مبكر، اكيد ما راح ارد لك نص الليل. ترى طالع نص الليل احسن، اصلا الحين الشوارع فاضيه، من يطلع؟ على ما تمري ونطلع يكون في ناس. زين انت ليش ما تقولين بطلع؟ يعني انت عادي تطلعين وانا قاعد شي، ما تقولين طالعه. ليش شفتني بدلت بصاله طلعت من برا؟ وبعدين امس انت مو قايل ان انت يقول ان عال واحد، شكو اهمك الحين؟ تستغربين يعني لما قلت هالكلمه؟ انت شايفه اسلوب طريقه كلامك معي شلون صايره؟ مو ادرب من كلامك لي، وبعدين انا مو شايفه اني سويت او قلت شيء غلط. لا قلتي وسويت شيء غلط. شوفي انا ريلك، رضيتي ولا ما رضيتي؟ ما في شيء لما تقولين انا الحين بطلع واستاذن مني، ونبره صوتك هذه ما اسمعها مره ثانيه. نعم نعم نعم، تبيني استاذن منك عشان اخذ منك الاي ولا لا؟ ايش فيها دخلتي مني الاي ولا لا؟ عيل طلال الله يخليك حبيبي، اقدر اطلع؟ اقول عاد حكي عاد، لا اطقك كف الحيط يحط روسك من حلجك عاد، ترى مسخت. داليا داليا هلا. صباح الخير. صباحك الله بالنور، تعالي حضن بوسك. Good morning. وين رايحة؟ بروح أتريق مع ريم. الله وناسة، أبي معاكم. شلون والمدرسة؟ عاد أصلا هيام هذه كلها ماكو دراسة وخلصنا المنهج. يعني شكلك تبين تكشتين، وأنت تدرين إنه ما يصير تكشتين بالمدرسة. لا عادي، أنا أمس كلمت قبلتي قلت لها إني مريضة، عادي اليوم بعد ما أروح صح؟ صح. إيه فبي معاكم إذا ما عندك مانع. أكيد ما عندي مانع. يلا بس ما راح تجين معي شيء، تبي تلقين فيني قدام الناس؟ روح بدله يلا. اوكي ثواني بدل وايلك. ترش بالسياره. ترى انت زوجتي ما ملكتي، وبعدين انا ما احب ان احد يتحكم.
فادي ترى وين خنقتني صدق صدق. اتفقع كلب زين. وفر بعدين انت امس قايل لي ان انا ما همك. اي بس مدرد تزيد مسجات بنص الليل. شغل كم مره اقول لك ان داليا يعني لازم اقول لك وعيد 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 شفيه. هذا اللي انا دريت عنه اللي ما دريت عنه شنو عاد الله اعلم. انت مصدقك ولا مجنون حبيبي قلت لك داليا وبعدين قلت لك الله انا مالي شغل. ايش فيكم يا يما ايش فيكم؟ بس يا عيالي ما يصير كذي الناس تقوم من الصبح تذكر الله وانتم تهاوشون. هذا انت قلتيها الناس تقوم من الصبح تذكر الله واللي عندنا سبورت يقوم الصبح على هواش. رجاء لا تدخل امك بالموضوع. اقول عاد احتاج مسجه تعطيها امي. ايش فيك ما خلصت عليها شيء بيني وبينك شكوى هي بالموضوع بعدين يعني خلاص قاعد تشاهدها علي؟ مو قاعد اشاهدها بحسبه امك قلت يمكن تعقلك. وبعدين انا مو مجنونه وامي موجوده الحمد لله. عاد حاصل لك انت مثل امك تكون بحسبه امك. لا والله ترى الكلام وايد 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 ضايع معاك. وايد 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 كلمه زين. طلال طلال تكفى بس خلاص الله يخليك خليها تنتهي. ما عاد لو مو اروح المخطر لو اروح فيها مؤبد اليوم انا ما عاد. ما يصير طلال لا تصير نفس سالفه ذاك اليوم. هي انت وقف. ما تطلع ما اطلع فاهمه؟ هاي هاي انت لما تاخذ السويتش مني عبالك ما راح اقدر اطلع انا لو اروح مشي اروح بس ما خليك تمشي كلمتك علي. يعني عناد هو بس عناد. اي مثل ما انت ماخذ الموضوع بعن جهيه. انت ايش فيك مو ياهل انا اعتذر رجولتي شوي ريال. يا عم قاعد اكلمك انا ايش فيك؟ انت ايش فيك الرجوله مو انك تمشي كلمتك على وحده. على مين الادب ايش فيك تصرخين انت ايش فيك؟ لا انا اللي قاعد اصرخ. لا تصرخين قاعد اكلمك. هي ما قاعد تصرخين. ايش فيكم ايش فيكم؟ هدوا ولا تصرخون بالشارع عيب. مكلميها عاملتها بالطيب ماك فايده اختك عاملتها بالطق ماك فايده شو اسوي طقت شبدي؟ وانا خلاص مليت منكم من الزواج ولو ادري كان ما تزوجتك. انا الغبي اللي ادري وهم تزوجتك انا مو مجبور اتحمل شيء انا مو تقهر يعني. بسم الله عليك هدي ترى كل مشكله ولها حل هدي. ماكو حل اختك بطريج وانا بطريج ارتحتي الحين؟ ايه وبعدين وبعدين لا احنا مدورينه ولا احنا مبلغين عليه. راح نبلغ راح نبلغ يا حبيبي بس خلينا نشيل البلاوي اللي على اليخت وبعدها ندق عليهم ونقول لهم اختفى شلون متى ما ندري. شلون شلون راح يقولون اذا ما دلوا المكان بالضبط؟ هذا اثول عاد هذا ما يصير. شلون نقول لهم احنا وين المكان؟ كذي راح يعرفون احنا كذابين. يعرفون اللي يعرفونه اهم شيء لاقون حمد. مو قلت لك هذا ما وراه لنا مشاكل ترى انت تتحمل المسؤوليه كلها فاهم ولا لا؟ لا قاعد تصارخ تسوي فيها مسؤوليه ما مسؤوليه كلنا نتحمل المسؤوليه اذا مو كلنا على الاخ قتيبه هذا نسيبك ولد عمك. لا حبيبي احنا ما لنا شغل بشيء انت قتيبه اللي ضيعتوه ترى انا مصور كل شيء هنا. انت تهدد تهدد يا قتيبه بس يا قتيبه خلاص مو وقته. انت عنه ترى اليخت هذا يا اختي اي شيء يصير راح تحب راسي وانا ما راح اسجل مستمع ساعه كلنا راح نسجن. ها لا تقعد تصارخ هذا شو رعب القتل مو لعب يا هال. خلاص يا جماعه الخير لا تصرون يا هال. لا حبيبي حمد رفيجي وانا ما اقدر اتستر واسكت على موضوع مثل كذي. انا صراحه بقول لهم اللي يصير واللي يصير يصير. حبيبي تسوي لي فيها انسانيه لا عاد بنكفر عليك كلنا هني احنا كلنا بنشهد ضدك وبقول انت اللي تدفعها وانت كنت تهددها. يلا شو تسوي؟ هاتشيك اذا انت مو ريال وما تحافظ السر ترى بتسجل بروحك. لا حبيبي انا ما انسجل بروحي ساري شاهد على كل شيء. لا حبيبي مشاري هذا ولد بطنها ولد بطنها ما يقف مع واحد من اشكالك. هذا هذا ما يهز اسم ابوه عشان واحد نفس وجهك. على فكره ترى انت بدون منو بيقف معك غير حمد وحمد الحين الله اعلم وينه. عقل عقل فكر مصلحتك مصلحتنا. ترى حمد هم رفيجنا وكلنا زعلانين عليه بس خلاص اللي صار صار وهذا السر بيننا لا يطلع خلصنا. كنت حاسس اني بلقاك هنا والحمد لله اني لقيتك. ايش دراك ان انا هني؟ دعيت ربي واستجاب لي. ما اشتقتي لي؟ ما ولهتي علي؟ لا هذا ولا هذاك كان رديت على مكالماتك. المشكله ان حتى لو الشوق كان ذابحك راح تكابرين وما راح تعترفين. ايش دراك؟ اي صح انت دكتور نفساني وتعرف شخصيتي صح بالضبط. والمفروض تعرف بعد ان وجودك قدامي مثل عدم ردي على تليفوناتك ما راح تاثر علي. بالعكس وجودي قدامك يخليك تشوفين عيني وتحسين فيني اكثر. شو احس بالضبط؟ اني احبك واموت فيك غاليه. ما ابي اسمعك كلام حب وقصايد ولا بقولش كثر انا كنت مستانس لما دخلتي حياتي.
بس فعلا غالية، فعلا أنا تعودت عليك شوية بيك. أنت تبي عشيقة، اسمح لي مو أنا. أنا أبي عشيقة وحبيبة وأم وزوجة. حسب علمي أن زوجتك وعيالك مو مستعد خسرهم. أنا ما أبي أم عيال، أنا أبي زوجة تفهمني، تحس فيني، تشاركني حياتي. أبي واحدة تناقشني مثل الأستاذ وتلعب معي مثل الياهل. غالية، أنا ما لقيت هالشيء إلا فيك أنتي. ما أدري، أحس بكلامك أنك أنت مو جاد ومو مستعد أنك تلتزم في حياة فيها التزام وارتباط جاد. صدقيني، جربيني هالمرة غالية، ما راح تلقين إنسان يفهمك كثري أنا. أنا حسيت بهالشيء لما فقدتك، وأنا فعلا جاد هالمرة. كلام سمعتها وايد من غيرك بعد. أنا ما بقولك مجرد كلام، أنا ودي أخذك من إيدك وأطير بمكان بعيد أنا وأنت بس، ووقتها راح تعرفين أنا جاد ولا لا. إيش رأيك؟ تسافرين معي الحين؟ الحين؟ إيه الحين. صدقك أنت؟ شلون يعني؟ متى؟ مالك شغل بهذا كله، أهم شيء أنت ردي البيت الحين وجهزي أغراضك ونطريني بالمطار بعد ساعة. إيش رأيك؟ صباح الخير عمتي. صباح النور يما. هلا. انا بقول لك شيء. اي ما اقول. ايش عندك؟ انا ادري ان انا بنظركم بنت شريره وفتانه. منو قال عنك كذي؟ الكل، خصوصا عمي، كله يقول لي يا تقولين شي زين يا تسكتين، وانا ما اقدر اعرف شي مو زين واخشى عنك. لا يا يما ما عليك منو، انا اعرفك انتي طيبه وعلى نياتك. قولي يما شي عندك. ايش فيك يا يما؟ قولي ايش عندك. أنا كنت بقول لك حزتها، بس كنت خايفة عمي يزفني. قولي تحكي ايش عندك. أنا قريب الفجر اليوم كنت أقرأ قرآن، كان سمعت اليد تسحب غرفة رنا، طقت عليها الباب وقعدتها. زين وبعدين؟ ما سمعت شنو دار بينهم، بس خذتها وطلع بنص الليل. وين؟ طلعت مع بنتي نص الليل، وين راحوا؟ ما أدري، بس حمد مو موجود بالشاليه، يمكن راحت له. لا يا يما شنو تروحك حمد بالشاليه؟ حمد مع ربعه؟ هاي الله اعلم. قلت لها انت قاعده تقولي لي هالحكي يا يما. انا عمتي قلت لك كنت بخبرك حزتها، بس خفت عمي يزفني. لا يا يما السالفه هذه ما ينسكت عنها. زين. انا قلت شو تقولين؟ قولي ان انت كنتي صاحية من اول الصبح ورحتي تبين تصحين رنا، كان ما تشوفينها لا هي ولا داليا، يعني اكيد طالعين من نص الليل. صير خير. قوم قوم قوم، شوف المصيبة اللي صايرة عندنا، قوم واحنا غافلين لكم. الله قوم. استغفر الله العظيم. قوم. استغفر الله. يا الله صباح خير يا الله. يا الله قوم. قوم يا ترجم. ايش عندك على الصلاة من الصبح؟ شوف مرت ولدك هذه أنا ما بيها تكون عندي، ولدك يبيها بالشيطان اللي طار فيه، أنا مو مستغنية عن بنتي. استغفر الله العظيم، مو زين عليك يا مرة، تدعين على ولدك من صباح الله خير، حرام عليك. دق على ولدك، قول له يدري ومرته وين طاسة بنصاف الليالي ولا ما يدري، دق عليه دق. شنو؟ نص الليل؟ إيه، هذه داليو اللي ما تستحي على وجهها، تسحبت من البيت وإحنا نايمين وخذت بنتك معاها. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة. ليش سوء النية هذه؟ ليش سوء الظن؟ يا بنت الحلال، أنا الصبح قاعد ولاقيها ومسولف معاها. أنا قاعد من الصبح ما شفت أحد، يعني طلعت قبل لا يشق النور. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. والله مو زين عليك يا مرة، ليش ما تقولين رايحة المستوصف؟ ليش ما تقولين رايحة الجمعية؟ ليش ما تقولين رايحة تجيب لنا خبز خباز حق الريوق؟ لا والله، على طول، على طول، الرجاء عندك، رجعت له. لأني أعرفها وأعرف أخلاقها، وأعرفك وأعرف قلبك وسواد قلبك. هين، يصير خير، أنا أعلمك فيها لما ترد، يصير خير.
استغفر الله العظيم. يا الله انك تهداها وتغفر لها يا الهي يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم.